لوجه الله بننصح كفاية زنوب كفاية زنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتو تعالوا انتو تعالوا انتو ونتعاهد على الطاعة ويا غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور، يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور، نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا، بتصلي على النبي طبعا، اللهم صلي على سيدنا محمد كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة، المدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور، ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور، فيا سعادة من صلى على النبي محمد كامل النور. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نتحدث إكمالا لما كنا قد تحدثنا فيه الحلقة الماضية تحت عنوان زمان التافهين ونطقت الرويبضة، ونطق الرويبضة، نتكلم تحت عنوان نجوم السنوات الخداعات، وإن شئت كل سينما الضلالة، نجوم السنوات الخداعات في سينما الضلال. يبحث الشباب عن النجومية كما يرى الشباب المثل الأعلى في هذه السينما التي دمرت المجتمع. نتحدث الآن عن السينما لا بقصد تحريم الأشياء الحديثة والوسائل الترفيهية المباحة، لا، إنما أصف بعض الضلالات والمخالفات حتى نجتنبها وحتى نجنب أبناءنا هذا الضلال وهذا العفن. لقد خلف هذا الذي نراه من فن كما يقولون بين القصرين وشارع محمد علي وغرام الأفاعي، ولما طلع عبود على الحدود ولقينا نفسنا نايمين على الرصيف نمرة 5، الأخلاق قد تاهت ورأينا أنفسنا في طريق على غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من الأخلاق والعفة والحياء والرجولة والشهامة. تعالوا بنا الآن نعود إلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام، نعيش في الدنيا كما علمنا وكما ذكرنا ابن عمر رضي الله عنهما حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك ذكرنا ابن عمر قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.
لا يعني ذلك أن تأخذ من دنياك الأمور الترفيهية في الحلال، الأمور التي تروح عن النفس في الحلال والتي تضبط بضابط الشرع كما أمرنا وعلمنا الله ذو الجلال، وعلى طريق حبيبي وحبيبكم النبي اللي لازم ما ننساش ان احنا نصلي عليه. صحيح فعلا يا شباب يا فتيات يا رجال يا أباء يا أمهات، لابد ان احنا نفطن إلى أننا نعيش في سنوات خداعات قد أبرزت لنا نجوم. ونتكلم اليوم عن صناعة السينما، سينما الضلال التي أضلت وأضلت، هذه السينما التي غيبت من قبل أعداء الدين فبدأوا يمشوا، وبعض الناس ممكن ما يكونوش فاهمين. تعالوا نشوف المدار ونشوف الأهوال ونشوف الأخطار اللي بتحدثها السينما فينا. أول حاجة الهزيمة النفسية من خلال الأفلام اللي بنشوفها. لما تشوف الأفلام اللي بتجينا من برة، أوروبا ولا أمريكا ولا الأماكن التانية، تجد هناك حبكة سينمائية خطيرة جدا تقتل الشباب والرجال نفسيا. لما تشوف الأفلام بتاعتهم الواحد بيركب الطائرة ويخش في الأهوال والغابات ويطلع وينزل ويقتل الآلاف المؤلفة، مع العلم إن هؤلاء تاهوا في العراق واستنزفت روسيا في الشيشان وخرجوا، أقول خرجوا في خزي وعار. بل إن روسيا انهارت، وإني لا أرى الاقتصاد الأمريكي وهو يذل ويخضع أمام هذا الذي نراه من مخالفات وحروب ودمار وعار وشنار. فأقول إن الذي كنا نشاهده في الأفلام ما هي إلا مجرد تمثيليات وحبكات سينمائية، فلازم نصحصح. قتلونا نفسيا.